كيف أفتح حساب في شركة يوديمي أكاونت لحضور دورات صبحي أخبيق؟ أذهب إلى المتصفح، أدخل عنوان يوديمي www.udemy.com. ولاحظ هنا كتبوا لي أنه أكثر من 8 ملايين students، أكثر من 8 ملايين شخص طالب، هناك أكثر من 32 ألف دورة. أذهب إلى أعلى القائمة على اليمين، sign up، اضغط عليها، يظهر لي مربع سهل جدا، ادخل اسمي. ملاحظة، الاسم الذي ادخله هنا هو نفس الاسم الذي سيظهر على الشهادة التي سأحصل عليها. فهنا مثلا كتبت اسمي، فلنفرض MS أكبيك، ثم ادخل رقم ايميلي، ثم ادخل الباسورد وأقول له sign up. مجرد ما قلت sign up ظهرت عندي هذه الشاشة. بدخل على اليمين كلمة بحث، بحط اسم صبحي search، تظهر عندي الدورات، بختار الدورة التي أريدها. ما أنا اخترت الدورة، أجد هنا أنه قيمة الدورة $50. إذا عندي كوبون بضغط الريديم كوبون، الكوبون هو VIB apply، وهكذا أكون قد اشتركت في الدورة. عندما أشارك في الدورة تظهر عندي قائمة الدورة والمحتويات. إذا استعرضت، فلنفرض أخذ هذا الملف، بيظهر عندي هنا خيارات، هذا الخيار لتحميل الملفات، أضغط عليه، هو السهم نحو الأسفل، أضغط عليه فيتم البدء بتحميل الملف، وهكذا. هذا الخيار أستعرض فيه المحاضرات. الخيار الثالث، إذا عندي أي سؤال للمدرب أضعه هنا. إذا عندي ملاحظات أريد أن أكتبها وأدونها هنا. أرجو أن تخبروني برأيكم ولكم الشكر. صبحي أخبيكم.